يعني هو خلاص على كده هياخد بنت ابو هنداوي؟ بس بيقولوا على الساكت كده من غير فرح من غير حاجة. الأصول كده يا أخوي عشان أخوها اللي ضاع منيها يا نظري. وهو أخوها ده يتحزن عليها العمر كله؟ والله يستاهل يتحزن عليه العمر كله. أيوة بس دي جوازة الهان والحياة بقى من الميت. بس هم كمان بيفرحوا بطريقة تانية. كيف يعني؟ بيقولوا إن الدبايح عنديهم من أول النهار عشان تبقى اللحمة للي عاوز. بجديه يا خدها ده؟ الله خسر فيها. أمال يعني هياخدها اللي أحسن مني؟ طب ده بردك يعني منظور بيها بدها. وهي يا أختي ست الحسن والجمال. حد شافها؟ أنا شفتها في عزا جوزها الأولاني. يا صح يعني زي ما بيقولوا كده في جمالها؟ وأكتر. دي تبقى جنتي شكلها إيه دي؟ ده على كده زي ما يكون غراب وخطف جبنة بيضة. هو غراب؟ حرام عليك يا راجل. ده طلعته ولا طلعت الملك فاروق في زمانه. هو الغراب بشكله؟ امال ايه؟ بافعاله. وده افعاله ما تخليهوش غراب وبس، لا غراب وغرابين كمان. والله صدقت يا ابوي. بس اللي انا مستغرباله ان كيف اللي زيه توه ما يفكر يتجوز؟ تلقاه بعد العز والمال ما لهوه قال العمر بيجري الحق نفسي وخلف لي حته عيل. ليه حاج؟ امال مين اللي حيورث العز ده كله؟ بيفكر في بكره، مش زي ناس. ناس؟ ناس مين؟ وعارف نفسه. ايوه صح. انت ليه ما تتجوزش يا ديه؟ النصيب عاد. النصيب ولا قله العدل؟ في الاول كان بيقول لك ما لقيش واليد قصيره وما خدتش ايه، لكن دلوقتي حجته ايه؟ بيقبض من المجلس بالشيء الفلاني. وانا مهما نقبض ابوي هبقى قد منظوره بالذهب. وانت لازم تبقى زي منظوره بالذهب عشان تتجوز. بيقدر يبقى زي منظوره بالذهب واحسن مني كمان، بس هو اللي عامل لي ما خبرش ايه ده، خرب الدنيا عشان شويه رز. يبقى ده مني رجعي. يا شوف نايب الدايره اللي جنبينا عويض ابو سرحان اللي عمله من ورا العدويه دي. ده صبح صباح في كام سنه بس. امال ايه؟ انا عارف ابوه من زمان، والله ما كان لاقي يمشي. امال هما بيتكتلوا عليها ليه؟ دول اخرتهم هتبقى سودة. والله انا ما سمعت ان حد فيهم حاسب حد منيهم. قل له. لكن تقول ايه؟ عشرة الفجر في الاخر بتبقى غي. انت تكفل الخطن هنا وتجيب عيلتك وتاجيني على طول، مفيش وقت. ايوه يعني هتكتبوا امتى؟ النهارده بعد العصر. انت مش كنت تقول لي من بدري؟ ولا يعني لازم تكربسني بالشكل ده؟ معلش هي جات كده وانا قلت هنستنوا ايه؟ نستعجلوا قبل لا تشدي في الامور امور. لا يا سيدي ربنا يتمم بخير ان شاء الله. ايوه ادعي كده ويلا عاد روح استعجلهم في البيت عندك. ما انت عارف الستات بقى. اديني بقول لك استعجلهم يلا عاد، انا مش فضيلك. استنى يا راجل، ما تذبحش حد تاني دلوق لحد ما اوزع اللي قدامي. عندك عوض. انت ايه مش خد الواد ده؟ انا ما خدتش عوض. لا خدت يا كذاب يا ضلال يا طماع حسن. يا عم شروا الواد ده من هنا، شروا من هنا. والله لسه ما خدت. صح انت ما خدتش صح. خد هات. بس انا عايز راس. هتندي ولا هتندي يعني؟ يا تاخد ايه يا ما فيش. اديله اللي هو عاوزه يا عوض. اللي تامر فيه جنابك. بس انا اديه ما حخلصش جنابك. اسمع الحديث عاد، النهارده واسعه. ربنا يزيدك ويعطيك يا منظور بيها. دعوة دي تسوى الدنيا وما فيها. صح. ادعي عاد. خلاص بالزياده. نبهت على الشيخ رمضان يا عوض؟ من عشيه جنوب. طب نبه على السواق يروح الاقصر يجيب زدان وجماعته من المطار. قول له يزوق العربيه. لكم حوادث المشهور من غير ما حد يحس. يا مرحبا يا شيخي. اهلا، اتفضل يا شيخ رمضان. ازيك يا غريب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ رمضان. الله يبارك فيك. اتفضل يا شيخ رمضان. ازيك يا غريب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ رمضان. ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك. اهلا شيخ رمضان، مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا منظور. الله يبارك.
يبارك فيك يا غريب، عقبال ما اشوفك عريس. امال فين العروس المار؟ فوق. امال هتقعد بين الرجاله؟ طب انا عاوز اشوفها عشان اعرف ان كانت ست الحزن والجمال زي ما بيقولوا ولا ايه. واه 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 شقي قوي قوي. ما عليه، سيبه يا شيخ رمضان، اطلع لها فوق يا غريب وشوفها. تفضل 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 يا فاتح يا اخوي. تفضل يا منظور بيه. بسم الله بسم الله. المنديل. وقف عندك يا واد، رايح فين يا بنتي؟ مش كنت عملت لك شعرك باستشوار بسرعه كده؟ ما كانش هاخد وقت. لا يعني لا، ليه بس يا ست العرايس؟ وبعدين يا بديعه احنا قلنا ايه؟ هو ده فرح؟ فرح ولا ما فرحش؟ انت دخلك ايه؟ خلاص يا جماعه، ما حدش يعمل لها اي حاجه في شعرها. ده انت كده زي القمر، ده كويس انها وافقت نعمل لها مكياج. انا بصراحه مش عارفه هي بتعمل كل ده ليه. مخ صعيدي بقى. مين فيكم العروسه؟ اكيد انت. ايوه انا. ده انت حلوه قوي. وانت مين يا اخوي؟ انا غريب. غريبك ده بس؟ واحنا عايزين نعرف غريب مين، مش كده؟ لا انا غريب وادي الشيخ رمضان وصاحب العريس. قلت لي ما دام كده تبقى راجل، روحوا اقعد مع الرجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرفاء والبنين يا سعادة البيت. تشكر يا مولانا. تشكر. مبروك يا مولانا. مبارك فيك يا أخويا. مبروك يا مبارك فاتح بيك. مبارك فيك تشكر. بيت. فرحة فرحة. الله يخليك. واه. مين اللي بيضرب نار بره كده؟ ده كانه سي فاتح. ليش ما كتب الكتاب الكتب؟ اكتم يا بديعه اكتمي. كتبته. بقول لك ايه، تروحي تقولي له يبطل ضرب نار ولا اروح اقول له انا؟ لا بطل لحاله. ها يلا عاد يا قمر. قول لي انت اللي كنت بتضرب نار دلوقتي؟ دول طلقتين يا قمر عشان الحكايه ما تبقاش على الساكت كده. لا 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 ما تعملش كده تاني. يا مرحبا يا مرحبا، ألف مبروك يا فتح بيه. الله يبارك فيك. مرحبا 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 مرحبا. اتفضل يا عروسي. لا ايه، انا هركب عربية فخر بها اخويا. بالليلة تمشي ورا الطار وتطفي جنديل وبدها، بالليلة تمشي ورا الطار وتطفي جنديل وبدها، سترك معاها يا سطار تاجي تبيد وبدها، تاجي تبيد وهي بدها. تفضلي يا عروسي. مبروك يا عروسي. يبارك فيك. بالك، انا اتولدت هنا وعشت كل عمري، ما لقيتش الجمال ده ولا حسيت بيه لحد دلوقتي. يمكن انا ما اعرفش اقول كلام مزوج، بس واللي خلقك وصورك باحسنها صورك ده، ان اللي وعيله ده حاجه ما تتصدقش. اول مره اشوف قمر اسمه معنى على الارض. ألف رحمة على اللي سمى، تبارك اللي صور. أتريه صح زي ما بيقولوا، الجمال ليه هيبة تفوق هيبة السلطان. تعمل إيه؟ بغير خلقاتي. مش هنيه؟ أنت مختشية؟ خلاص انا هطلع برا ربع ساعه وعاود على ما تغيري. هتطلع بس مش هتعاود. ايه يعني؟ ايه يعني؟ هتبيت برا. ليه؟ من غير ليه. وانت تنامي هناك لحالك؟ ايوه
هو في عروسة تبيت في ليلة دخلتها من غير عريسها؟ أنا معاكي. يمكن الجوازة دي تمت بسرعة كده، وإنه يلزمك برضك وقت عشان تاخدي علي، وأنا ما عنديش مانع. خدي وقتك، أنا مش هقرب لك. ما هتقرب لي ولا هتبايد هنا من أصلي. طب فهميني ليه؟ أنا مش ملزومة أفهمك، افهمها أنت لوحدك. وإذا قلت لك إني مش هطلع؟ يبقى هطلع أنا. استني. سيب دراعي. خلاص هطلع، مش بس عشان محدش في السراية هنا يحس بحاجة، بس كمان عشان مش عاوز أزعلك في ليلة زي دي. سرايا مالها سكتك دي؟ الناس لسه هم نعسانين ولا ايه؟ يا ساتر. مين؟ سيدي فتح بيه. يا اهلا وسهلا. هم العرايس لسه هم نعسانين ولا ايه؟ كانهم كده يا بيه. وبديعة فين همار؟ انا هنا يا سي فاتح. تعال بديعة، تعال خدي فطور الصباحيه للعرايس. خش يا بنت. حاضر، بس نسيبه لما يصحوا. ودول هيصحوا ميت دول؟ ده احنا داخلين على الظهر دلوقتي. ما يسعل مهليهم، مش على هيسعاد. بس يعني ما هياش عوايد قمر. استريح جنابك وانا هاخد الفطور واطلع اشوفها صاحيه ولا نايمه. طيب. وادي قاعده. انا بديعه يا ست العرايس. ليه بس كده يا ستهان؟ طب زغروطة الفرح وحرمتيني منيها، وفرحة الصباحية تحرميني منيها كمان. وانا حرمتك منيها وهو في فرحة صباحية من غير عريس، وهو انا كلته العريس ده. هتلاقيه بايت في اي اوضه من اوض السرايا. والنبي يا ست قمر ما تكدنيش بحديتك دي اكتر ما انا من كده. هو ينفع يبقى في ليله دخلته بعيد عن حضنك؟ حضني. انت جايبه ده معاك هنا ليه؟ تعمل بيه ايه؟ ما عرفاش يعني. يعني انت مصمم على اللي انت ناوياه؟ امال انا كنت كبرت بجوازته دي عيش جياك وحتنفذيه بده؟ امال انا جبانه اياك عشان اسمه؟ لا، انا لما اعمل كده لازم يكون وشي في وشه. ولما تعمل كده مين اللي هيسيبك؟ وانا لازما يعني لما اعملها اقول للناس كلها انا ها. وانت لما تعمل كده محدش هيعرف انك انت خدت بطار المرحوم. انا ما يهمنيش مين اللي يعرف ومين اللي ما يعرفش. امال هم بياخدوا بطار ليه؟ عشان يتفخروا بيه. لكن انا لا، انا كل اللي يهمني ان فخر اخويا الله يرحمه يعرف في رجدته، وان منظور ذات نفسه يعرف قبل ما يحصله. لما انا ما يهمنيش اي حد تاني من الناس. وما يهمكيش الناس تعرف عنك ويقولوا عليك حاجات تانية لما يبصوا لك وجوزك اللي لسه متجوزك اتكل في يوم وليلة؟ هيقول ايه يعني؟ ما قدراش انطقها. عرفت، هيقولوا يعني اني شومة على كل اللي اتجوزني. مش كده؟ بعد الشر. صباح الخير. يسعد صباحك. صباحية مباركة يا عريس، فطوركم بها. ربنا يسعدكم ويهدي سركم. ايه
هي عارفة بعملتك؟ ما سألتهاش. يعني انت معترفة بمعنات كلمتي على كده؟ تقصد ايه؟ انه اللي عملتيه ده عشية، يعتبر عملة. قبل اي حاجة مفيش حد يدخل كده زي ما دخلت. امال حدخل كيف؟ اقال له تخبط. ليه؟ الاصول كده. حتى لما ادخل اوضتي؟ ايوه، لما يكون فيها حد. حتى لو كان الحد ده مرتي؟ ايوه. هلا لا، انت لسه سايقه الهبل على الشيطان يا عام. احنا هنبتديها بالاهانه من اولها. هو مين اللي ابتداها بالاهانه، انا ولا انت؟ الا اذا ما متصوراش انه اللي بتعمليه ده اهانه. انا متربيه وما هين جوزي. طب والله كويس اللي لسه فاكره ان انا جوزك. امال حنكر يعني؟ اسمعك ده، انت بتحرميه من حقه الشرعي. الحق اللي انت بتتكلم عليه ما يكونش حق الا اذا كان فيه وفق بين التنين. ها، وانت حاسه انه ما فيش وفق معاي؟ وانا اعرفك الا من مده قريبه، ولا انا فاكرني من الشارع اسلم نفسي لاي حد غريب؟ غريب؟ انا ما قصديش يعني غريب، انت فاهم قصدي. انت حد غصب عليكي فيها الجوازه دي؟ لا. أم اللي بتعمليه ده ليه؟ جاوبيني. انا مش ملزومه ارد عليك. مش ملزومه ولا مش عارفه؟ احسبها زي ما تحسبها. انت فكرك انه انا ما اقدرش اخد حقي منك؟ تقدر، زي ما بتاخد كل حاجه بالغصب. اه طيب. انت الحبتي تقعد هنا لما هتعود مصر. لازم اعاود يا ابوي، انا معوسه بجزاي النواب اللي ما بيصدق انهم ينجحوا ويدوا ظهرهم مش لدايرتهم وبس، لا وللمجلس ذات نفسه، زي ما يكونوا ضيوف فيه يا ابوي، يحضروا جلسه ويبطلوا جلستين، ولا على بالهم هو بيناقش ايه ولا دورهم فيه ايه. تبص يا ابوي للجلسه من دول تلقى اكتر من نص النواب غايبين، تسال هم غايبين ليه؟ يقول لك جاليه مشغولين في مصالحهم واشغال. هباي، طب لما هم مشغولين بيترشحوا ليه؟ وتعب القلب ده ليه؟ هو تعب قلبه بس، ده بيدع فيه ارقاب يا ابني. على قولك يا بوي، لو الانكت من كده اغلب اللي بيحضروا دول فيهم اللي بينعس واللي بيتكلم في المحمول واللي بيميل على الساده الوزراء يخطب ودهم، واللي داخل واللي طالع واللي بيتكلم مع جاره حاجات يا ابوي لا انزل الله بها من سلطان. يا ولدي، وكل واحد بيدور على مصلحته. بس مش كلهم كده، فيهم برضك اللي بيفهم ويشرف وما يهموش، زي اللي حكيت لك عن مين، زكريا بيها بالشمايل. صاحبك ده. ايوه يا ابوي، بس بالك يعني الايام كل مهدة ما تثبت لي ان الكلام اللي قالوه الافنديه بتوع الجامعه دول هو اللي فيه صالح بلدنا. كلام ايه ده؟ كلمة كده كان مرة قالها لي الدكتور صلاح، ومرت على بالي دلوق أول موعيت اللي بحكي لك عنيه ده. ليه ايه؟ قال لي يا ريت نحب بلدنا زي ما بنحب نفسينا، مش هقول أكتر. يا ناس حرام عليكم بقى، عشان مش حاطة أبيض وأحمر ومتزوقة يوم فرح يبقى معنى كده إنها مش موافقة على جوازها من منظور بإيه؟ عندك أنت تفسير تاني غير كده؟ يعني حاسه انها حلوه مش محتاجه مكياج، تكون دي تقاليدهم في الصعيد محدش عارف. اول مره اشوف عروسه في ليله دخلتها مش عايزه تتزوج. على فكره هي بالذات محدش يغصب عليها اطلاقا في موضوع هي مش عايز تعمله. الوحيد اللي كان ليه كلمه عليها اخوها فاخر بيه الله يرحمه، وحتى لما كان بيعوز منها حاجه كان بيطلبها بالحسنى، وهي اذا وافقت بتوافق محبه. ده اللي انا حسيت بيه من علاقتي معاها. مش عارفه اقول لك ايه بالظبط، لكن الصعايدة كلهم أسرار. أنا مش هقدر أعرضك، لكن صدقيني الناس دي بالذات أنا عارفها كويس قوي، عارف تقاليدهم، عارف علاقتهم ببعض شكلها إيه. جايز برضو. لا يا بابا، ماما عندها حق، الصعايدة فعلا بحورهم غريقة وصعب إن حضرتك أو غيرك تقدر تفهمه. يعني أنا مثلا كنت فاكرة إن قمر دي صاحبتي وهي كده فعلا، بس في كل مرة بقابلها بكتشف تصرفاتها حاجة جديدة. حاجة جديدة زي إيه؟ زي مثلاً
اللي انا عرفته اخر مره قبل دي ان البنت الجميله الرقيقه دي كانت لسه قريب واخده مسدسها ورايحه علشان تقتل واحد او بتعبرهم يعني تخلص عليه لما تصورت انه قتل اخوها. وبعدين 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 ربنا ستر واكتشفت انه بريء. قالوا انت تقول لي انك عارف كل داخلياتهم. يا ست هانم انا مش مستغرب من الكلام ده، ده عادي، لكن لا مستغرب له حقيقي ان حد يكون ضغط عليه عشان تتجوز مندور بيه. على فكره يا بابا ماما مش بتقول كده بس عشان قمر كانت مش عاوزه تحط ميك اب. امال بتقول كده عشان ايه؟ علشان النرفزه وشده الاعصاب والتوتر اللي كان باين في كلامها. يا بنتي ده طبيعي، يوم فرحها لازم تبقى متوتره. ايه فيها ايه يا جماعه؟ انا بقى ما افتكرش لانها متجوزه قبل كده، مش اول مره تدخل دنيا ومخدوده. عايزه حاجه يا ست قمر؟ ما هي بديعه كفايه. تعمليها عندك يا بديع؟ ابدا، كنت برتب لك الدولاب. عشان يسعدي ما تجي تلعب معانا. ها تلعبوا ايه؟ الشاي. صابرين هي اللي معلمها لي، عارفها ولا علمها لك؟ دي سهله خالص. لا 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 انا عارفها. طب تعال العب معانا. العبوا انتوا وانا هتفرج عليكم. هروح اعمل لكم الشاي. لا يا نبوي جهزي الوقت، هناكل مع بعضين. حاضر جنابك. لا انا اللي هفرج. عارف يا مندور انا عرفت اسم الست دي، اسمها زينب. مالك؟ لا لا مفيش. لعبوا. بصي لك ده ليه؟ زي ما تكوني حسيتي ان انا مهموم من حاجه وفرحانه فيها. انت ليه ما قلت لهاش لحد يدلوك على جوازك؟ ايه اللي جواك مخليك ما قادرش؟ هو نفس اللي خلاك اخرت جوازك لحد السن ده؟ عملتك القديمه معاها؟ بس شكلها كده انها عرفت من غريب. ورا الجبل هيدي الفكره الهايله، فكره متحضره وعقلانيه، بس هي فيها مشكله واحده. والله اذا كانت مشكله واحده بس يبقى فضل وعدل من عند ربنا. ايوه بس مشكله بألف. ايه بقى هي المشكله دي؟ الغوله. ايه غوله؟ تضحك ليه يا ساحه البيه؟ انا بتكلم جد. والله لو كنت بتتكلم جد تبقى مش مشكله واحده، تبقى مشكلتين اتنين. وايه المشكله التانيه دي؟ الرخ. ليه؟ مش عارف الرخ اللي في الحواديت القديمه، الطائر الكبير اللي لما يفرد جناحاته يسد السماء ويخطف البني ادمين ويطير بيهم. فيه رخ يا ساحة البيت؟ هو يعني فيه غولة؟ اشمعنى يبقى فيه غولة ومفيش رخ؟ مش تقول كلام عاقلين يا دياب؟ بقى فيه غولة برضو؟ مش هذا اللي بقول يا ساحة البيت. امال مين اللي بيقول؟ الناس هناك في البلد. امال احنا مهمتنا ايه؟ مش تحرير الناس دول من الاوهام والخداع؟ ما تستغربش يا دياب، اوعى تفتكر ان تحرير الناس، اي ناس، بيكون من الظلم والاستغلال وبس. تحرير عقولهم أهم، لأن عقل الإنسان هو مصدر قوته الحقيقية. عشان كده يا دياب أي مستبد سواء كان فرد أو نظام
أكتر حاجة بيهتم بيها هو التأثير على عقول الناس وإخضاعهم لتوجهاته بأي طريقة، بالكذب، بالأوهام، بالخداع، بأي طريقة. صح ولا مش صح؟ صح يا زكريا بيه. أقول لك الحق، قول. أنا إنسان محظوظ، محظوظ بيك هنا وبالأفندية هناك في البلد. تشكر يا سيدي. يلا بقى جو أهد، يلا اديني إشارة البدء زي ما بيعملوا في المسابقات الأولمبية. عارفها ولا مش عارفها؟ عارفها ساعة البيع، شفتها مرة في التلفزيون وما رفعين البتاعة دي اللي جاي دلار دي. بس خلي بالك بعد كده انت اللي هتتصرف لوحدك وهتتخذ القرارات لوحدك. احنا بقى اللي انت بتقول علينا انك محظوظ بينا هنكون وراك بالدعم المادي والمعنوي. اوكي؟ ماشي يعني؟ ماشي ماشي يا زكريا بيه. انا برضك خشيت من غير ما اخبط عشان ما تقوليش انك علمتيني الادب. انا ما بعلمش حد حاجه وما قلتش كده كمان. والله يا عجايب تكلميني زي ما اكون عدوك، بس برضك مش هسالك ليه. انا جيت اوضتي عشان اتسبح واغير، ممكن ولا لا؟ اعمل اللي انت عاوزه، مش دي اوضتك زي ما بتقول؟ طب الحمد لله اللي لساكي فاكره انها كده. ما سألتيش نفسك أنا ليه صابر على غلطك ده مع إني صبري على غيرك قليل، وخصوصي إنك بتصديني عن أمل عزيزة علي ومستعجل عليه، هو إني أخلف منيك عيل ولا إن شاء الله حتى 10 يورثوني. أنا حقولك من غير ما تسألي عشان هو أكرم للواحد إنه يعرف غلطه بنفسه قوم هو اللي يصلحه بنفسه، عشان كمان تبقى معاملتي ليكي غير معاملتي مع كل الناس، لأنه مهما انصدر منيكي فأنتي مرتي برضك، يعني منسوبة لي، والإهانة ليكي هتبقى إهانة لي. شالت الخزنة بالطبنجة، بس لما اشوفها انا عاوزكم تشتغلوا وتنفذوا كل اوامر جناب البيت، كل اللي قال لكم عليه. ها بس ايه؟ بالهداوة، تشتغلوا بالهداوة، يعني من غير ما حد يسمع ولا حد يحس، من غير دوشة ومن غير هصة. حاضر يا سعود. بعد ما تخلص الشغل هنا تشيل السور اللي بره في الجنينة. هنشيله على طول. أهم حاجة تشتغلوا بهمة ومن غير لقاعة، لحسن جناب البيه يتدلى من فوق يلقى أوامره ما تنفذتش ممكن يدفنكم فيها بالحياة. أنا بقول لكم ها. ما قلنا خلاص يا سعود. لما نشوف ها. أهم حاجة عندي، أهم حاجة بعد ما تخلصوا شغلكم اللي ياجي يبص لا يلقى قطر ولا يلاحظ اي حاجه كانت موجوده هنا من اساسه. ماشي؟ لا اطمن. يلا الهمه رجال، شوفوا شغلكم. همه. ايه ده؟ في ايه؟ في السبب اللي كان محيرك مني. هو السبب يخليكي تضربيني بالنار؟ هذيك عرفت. ايه هو السبب ده؟ طاري. طارق؟ هو انت ليكي طار معاي؟ ده انا ما عنديش طار الا معاك. طارق في مين؟ فاخر؟ ما ديك عارفة. ها هو انا اللي قتلته؟ انت المسؤول عن قتله. ليه؟ انا لا حرضت عليه ولا خطر على بالي. بس اللي ضربه كان راجلك وبينفذ اوامرك، وانت كنت عارف ان الله يرحمه كان ما علمت قصده وما نبهتهوش عشان ياخد حذره.
بس فاخر ده كان حبيبي وما حدش حزن على غيبته كدي. انا عشان كده هخليك تحصله. اهو ده اللي بيقولوا عليه اللعب بالنار عاد. انت ماسكاه ليه؟ مش مقدره خطره عليكي؟ يعني زين لو طلعت مني الله لا يقدر طلقه غلط. لعلمك ده كان متعمر ومش متامن، لكن الحمد لله جت سليمه وعاكي تعيديها تاني، لانه مهما عملتي ومهما صدر منيكي فانت برضك غالي علينا واحنا عاوزينك. بدل ما تطلعي لك ده زي ما تكوني عاوزه تاخدي لي صوره، روحي خدي الست هاني وانزلوا الجنينه تحت شموا هوا، فكوا الحبسه اللي انتوا فيها دي. عوض انت يا عوض. انا حاضر. نعم جنابك. انا طالع الجنينه، روح هات لي الشيشه. حاضر حاضر جنابك. والله قلبي زي ما يكون كان حاسس انك حتنزل النهارده. صباحيه مباركه يا زينه العرسان، اتاري صح الجواز زي ما بيقولوا عليه. والله وشك نور يا جناب النيل. بس بطل رطك الفاضي ده وروح هات لي الشيشه يا زفت. ها تكون الشيشه قدام جنابك. انت هذا وين؟ الشيشه يا زفت. دوفي تاخدي الخزنه من الطبنجه، تاخدي الطبنجه ذات نفسها، انا مش هغير اللي في راسي ده، فاهمه؟ وانت ايش عرفك ان انا اخذت الخزنه من الطبنجه؟ انت كنت ناويه تعمليها المره دي. طب الحمد لله. بتلوميني؟ مهما تقولي ومهما تعمل يا بديعه ريحي نفسك. يبقى انا ما استاهلش محبتك. لو قويتك على شطانك دي. انا لو منك انتهز فرصه اجازه المجلس الثلاث ايام الجايين دول وارجع البلد وابتدي مشوارنا. انا لسه جاي سعاده البيه، ودول كلهم يعني ثلاث ايام، اعمل فيهم ايه يعني؟ يا اخي البدايه هي اصعب ما في الموضوع، لانها بتحدد لنا خطواتنا اللي جايه. تقدر تقول كده يعني بالونه اختبار، تعرف بيها رد الفعل الاولي عند الناس، وكمان ترمي لهم طعم الامل وتسيبه يتخمر ويستوي في عقولهم لحد ما ترجع لهم تاني. يعني انا هفضل رايح جاي على كده؟ طبعا. انا حمل كده يا سعاده البيه. ومش حمل كده ليه؟ يعني سعادتك يعني ناسي بلدنا فين يا ريس؟ تكونش ناوي تيجي على مركب في النيل زي زمان بتاخد لها كام يوم، ولا هتيجي في القطر تاخد لك 15 ساعه ولا حاجه؟ عارف يا دياب ابويا الله يرحمه كان بيحكي لي ان القطر من بعد اسيوط كان مفرد اتجاه واحد يعني، وان اي قطر كان لازم يقف في المحطه ويستنى ساعات على ما القطر التاني يعدي، كانوا بيسموها المقابله. تعرف الحكايه دي؟ سمعت عنيها يعني، وانا كنت جيت مصر قبل كده وانا صغير يعني. احمد ربنا بقى يا سيدي ان في طياره بتاخدها في اقل من ساعه، يعني اقرب من مصر الجديده. لو ايه؟ قاعد في التكييف تشرب شاي ولا قهوه، ولا في زحمه مواصلات تعطلك، ولا دوشه تعكر مزاجك. يا زكريا بيه بس انا يعني ما بسافرش بطياره. وما تسافرش ليه؟ يعني السفر كده بالساهل يعني. الله ما تتعود يا اخي. فهمت. انا متكفل بالمصاريف كلها. لا 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 ساعة البيه ليه؟ ليه يا دياب؟ احنا مش بقينا شركة ولا ايه؟ ايوه بس يعني يلا يلا بلا تلاكيك. على ما السواق يوصلك المطار تكون سكرتيرة الشركة حجزت لك تذكرة ذهاب وعودة. هتلاقي التذكرة باسمك في المطار. دلوقتي بس اللي اتأكدت انك من الأكابر. ليه يا ابوي؟ عشان جبت لك الحاجة الحلوة دي والتفاح؟ لا عشان ركبت طيارة. بتضحك ليه؟ هو حد بيركبها اللي هم؟ مش بس عشان تذكرتها الغالية، لا إنما كمان لا بتلقى فيها جفف ولا بلاليص ولا ناس نجمة على بعضيها. عندك حق يا أبوي. لو إيه غير التكييف اللي فيها؟ هي فيها تكليف كمان. لو إيه كمان؟ وأكل وشرب وبنته على الفرازة بتخدمك. وخدتها في قد ايه السكة يا دياب؟ ساعة زمن. وما خفتش يا دياب؟
والله يا ابوي ولا تحس بحاجه، كانها واقفه بين السماء والارض. اي أيوة والله يا ابوي اديني تخوف اكتر يا قلبك يا دياب. وعلى كده هتاجي فيها كل مره؟ ان شاء الله يا ابوي هروح بيها واعاود. اي نعم العز حلو بس ايه قصدك على التكاليف يعني؟ لا بتحميل الشام بيدفع لكم تذكرتها من المجلس حاجه زي كده. امال ايه؟ لازما طبعا. امال هيسيبوكم تزاحموا وتركبوا مع الشعب؟ تبقى فرقة ايه؟ كل يا ابوي كل الحلاوه دي زين قوي. اتاري صح البيع مندور بيه ده عنده حق، القعده هنا ترد الروح مش الحبسه اللي فوق اكده ولا لا؟ اهو كله محصل بعض. بس بالك يا ست العرايس، والله سبندور بيه طلع غير ما كنت فاكراه واصل. كنت فاكراه ايه ولقيتيه ايه؟ ان شاء الله كنت فاكراه واهر ما عندوش حنيه ولقيتيه بيشر حنيه مش كده؟ ده طلع راجل ولا كل الرجال. بصي فيه راجل عليه هيبه زي هيبته دي ما شاء الله. بص انتي انا عجناكي وخبزاكي وعارفه انتي بتلفي وبتدوري وعاوزه توصلي ليه، لكن ده بعدك مهما قلتي اللي في دماغي مش هغيره، فاهمه ولا لا؟ طب ليه بس؟ انا اللي فايتاكي وطالعه فوق وخليك انتي قاعده هنا. لا تفوتيني ايديا، لا انا جاي معاك يا ست غانم. رجلي اسمي عليك اسمي عليك يا حبيبي رجلي اتلوت الحقيني يا بديع. سلامتك وركتي بعد انا كويسه انت بس لخبطت لي القاوحه يا ستي بديع. خلي عوض يجيب الحكيمه من الوحده تشوفها. وصل يجيب الحكيم. بديعة افرد رجلك هتعمل ايه؟ حمر رسالة. لا 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 لحليه اقده معاها حق. هو انت دكتورة؟ بس دي حاجة معروفة يعني. بلاش فلفسة لا تضريها. مش بتقولي عوض زي ما انتو جاي مع الحكيمة؟ خلاص هي حتاجي على نفسها وتستحمل. تفضل تفضل يا مش حكيم تفضل من هنا. تفضل تفضل ربنا يجعل الشفاء على ذيك المنظمة دي. تفضل يا ست بطل حسات ادخل يا ست بطل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامتك يا ست الكل. الله يسلمك. خير ايه اللي حصل؟ وقعت في الجنينة ورجلها جت تحتيها. وريني كده. اي اي ما تخافيش. لا لا طب حركي القدم كده. الحمد لله ده جزع. انا هربط لك رجلك برباط ضغط لمده 3 ايام بس ما تحمليش رجليك على الارض خالص وان شاء الله هتبقي زي الفل. وريني كده هتعمل ايه. هربطها لك. لا لما نبقى لوحدينا. هو البي مش جوزها؟ امال ايه؟ بس هي طبعا كده بتستحي من اي حد. هي الناس المتربيه كده.